بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما قدمنا من الشواهد والأدلة عزيزي المشاهد التي أثبتت لنا ولادة القاسم عليه السلام في الإسلام، بقي أن نذكر لك كم كان عمر القاسم عليه السلام حينما توفي. وقد اختلف المؤرخون في مبلغ عمره حين الوفاة على 7 أقوال، إلا أنهم لم يختلفوا في كون القاسم أول من مات من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في جنازته وقد نظر إلى جبل من جبال مكة فقال: يا جبل، لو أن ما بي بك لهدك. وكان للقاسم حين توفي أقوال المؤرخين كالآتي، كما بينا أنها على 7 أقوال. القول الأول الذي ذهب إليه المؤرخون أن عمره كان 4 سنين، وهو في الواقع أمر بعيد، لأنه لا يقال لمن بلغ 4 سنوات إنه لم يتم رضاعه، كما بينا في الروايات السابقة. القول الثاني قيل بلغ أن يركب على الدابة ويسير على النجيبة، وهذا أبعد من القول السابق، لأنه يحتمل الزيادة على 4 سنوات، بل قد يتطلب هذا الفعل من الصبي أن يكون قد ناهز 10 سنوات. وهذا يلزم أن يكون القاسم عليه السلام معروفا لدى أهل مكة، وهذا ما لم ينص عليه أحد من المؤرخين ولا أصحاب السير. القول الثالث الذي ذهب إليه المؤرخون قالوا أنه عاش حتى مشى، وهذا قريب جدا لما ذكرناه من كونه أو لما ذكرته الروايات التي أوردناها في الحلقات السابقة من كونه لم يتم رضاعه، فإن الطفل يمشي بعد مضي سنة على ولادته غالبا، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عزيزي المشاهد القوة التي كان يتمتع بها أبناء قريش وأبناء بني هاشم خاصة. القول الرابع عاش 2 سنين، ومن بلغ 2 سنين من عمره يكون قد تم رضاعته، فهو على هذه الحالة يكون بعيد عن الرواية. القول الخامس الذي ذكره المؤرخون في عمر القاسم أنه عاش 17 شهرا، أي أنه بلغ من العمر 1 سنة و5 أشهر، وهو قول يتناسب بشكل كبير مع الرواية التي ذكرت بكاء أم المؤمنين خديجة عليها السلام لما توفي القاسم وأنه لم يتم رضاعه. القول السادس قالوا أنه عاش أياما يسيرة، وهو أيضا قريب من الرواية لأنه لم يتم رضاعه. القول السابع أنهم قالوا عاش 7 أيام، وهو قريب أيضا من الرواية السابقة في كونه لم يكمل رضاعه، ولذلك بكت عليه أم المؤمنين خديجة عليه السلام لما دخل النبي وراها تبكي. والسبب في ذلك لكونها تتفق بشكل كبير مع كون القاسم لم يتم الرضاعة، أي أنه كان قد مضى على رضاعه فترة من الزمن حتى اعتادت الأم على هذا الوضع، وكانت تملأها الفرحة لأنها رزقت بأول مولود لها، وقد ملأ حجرها مستأنسة به وهي تحنو عليه تغذيه من دمها وروحها. فلذلك عزيزي المشاهد كانت خديجة عليها السلام أم المؤمنين تبكي عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل بها من الألم والحسرة على ذلك الطفل الذي لم يتم رضاعه. النقطة الثانية ذكرنا سابقا ما أخرجه الحفاظ والمفسرون في سبب نزول سورة الكوثر، وقد جمع بعضهم بين موت القاسم وموت عبد الله الذي لم يبق بعد أخيه أكثر من 1 شهر، فهذا يستلزم أن يكون القاسم قد بلغ من العمر من نحو 1 سنة، وهو ما تحتاجه المرأة من الوقت لكي تحمل وتنجب. يعني لا يمكن أنه يكون توفي بعد 7 أيام من ولادته أو 6 أشهر من ولادته ثم تحمل بالولد الثاني ويتوفى أيضا بعد مرور 1 شهر. وبهذا يرجح القول القائل ببلوغ القاسم 17 شهرا ثم توفي، أو أنه عاش حتى مشى. أما سبب تمسكنا برواية دخول النبي على خديجة سلام الله عليها وهي تبكي فهو الأمور التالية: أولا لكونها تدل على موت القاسم صغيرا،
ثانيا لأنها تتناسب مع الحالة التي مر بها أبناء النبي صلى الله عليه وآله من كونهم توفوا في أثناء الرضاعة، وهذا ما ذكره جل المؤرخين، وهو الذي دعاهم لعدم ذكر سيرتهم لأنهم توفوا وهم صغار. فضلا عن أن خديجة عليه السلام بعد وفاة عبد الله الذي سرعان ما لحق بأخيه وموته في الإسلام، ولعل حكمة الله عز وجل اقتضت أن يموت ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكور وهم صغار، كما هو الحال بالنسبة لإبراهيم الذي ولدته مارية القبطية، وأنهم لم يتموا رضاعهم لينالوا بقية نصيبهم من حجر الأمومة عند الحور العين في الجنة، ولتنال فاطمة سيدة نساء العالمين كل ما تستحق من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللامتناهي لها ولزوجها وولديها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولعل من مظاهر حكمة الله تعالى أيضا أن يكون هذا الحال، أي موت القاسم وعبد الله وهم صغار، دليلا على حقيقة بنات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجل التاريخ والوحي هذا الحدث ليكون أحد الأدلة الكاشفة عن هذه الحقيقة وما تلاعبته أيدي الضلال في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نتم حديثنا عن ولادة القاسم سلام الله عليه وحقيقة وفاته، وأنه ولد ومات في الإسلام، والمولود الثاني الذي ولدته بعد القاسم هو عبد الله، سنتناوله في الحلقات القادمة بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.